طيب السؤال الثاني مولانا معلش، وهي في كلمة من حضرتك لوالدتي، يعني أنا والدتي من ما بتصليش ولما بدعي لها كتير والله، وبقول لها كتير تصلي، تقوم مصليها فرض. هي حافظ شيء من القرآن؟ نعم تحفظ شيء من القرآن؟ لا هي ست خالص. يعني مش حافظة سورة المعون؟ لا مش حافظاها هي، انا ممكن انا اقراها لها. لا اقراها هلا، قل لها يا اما ما تحمليش جهنم يا اما، والله يا اما انت لا تتحمل نار جهنم. سمعها لها ان شاء الله. ايه سمعها لها، الله يهديها، والله ما تحمل غل، مش اقول لك يعني نفحة من عذاب ربك. يعني كده أما الذي يترك الصلاة مجرم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. الله يهديها يا رب، الله يهديها. قال لم نكن المصلين، يا ذنب الله.